المضمر اسم سابق فعل انشغل عنه بنصب لفظه او المحل، فالسابق انصبه بفعل اضمر حتما موافق لما قد ظهر، والنصب حتم ان تلا السابق ما يختص بالفعل كان وحيثما، وان تلا السابق ما بالابتداء يختص بالرفع التزمه ابدا، كلا اذا الفعل تلا ما لم يلد ما قبل معمولا لما بعد وجد، واختير نصب قبل فعله طلب، وبعدما الهه الفعل غلب، وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر اولا، وان تلا المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم تعطفا مخيرا، وبر في غير الذي مر رجح، فما ابيح فعل ودع ما لم يبح، وفصل مشغول بحرف جر او باضافه كوصل يجري، وسو في الباب وصفا لا عمل بالفعل ان لم يكن مانعا حصل، وعلقه حاصله بتابع كعلقه بنفس اسم الاصل مره. ان مضمر اسم سابق شغل فعلا عن نصب لفظ السابق او محله فالسابق انصبه، تقول زيدا اكرم، زيدا اكرم، زيدا مفعول به منصوب متقدم، واكرم فعل فاعل، لكن مثلا تقول زيدا اكرم، قلت زيدا اكرمه، لكن العرب نصبوا زيدا بكثير صبوه زيدا اكرمه، تقول زيدا منصوب بالاشتغال والتقدير اكرم زيدا اكرمه، واضح هذا؟ اركان الاشتغال ثلاثه، اسم المتقدم مشتغل عنه، وعامل مشغول، وضمير شاغل، زيدا الركن الاول اسم المشتغل عنه، اكرم الركن الثاني عامل مشغول، والعاء ضمير شاغل، واضح؟ المضمر اسم سابق، اسم سابق شغل العامل عن نصب لفظه كقولك زيد اكرمه، او محله كقولك هذا اكرمه، هذا لا يقال فيه منصوب، يقال منصوب المحل، الاسماء المبنيه لا يقال فيه منصوب ولا مرفوع ولا مجرور، المبنيات واضحه؟ فتقول هذا اكرمه، المضمر اسم سابق عن نصب لفظه بنصب لفظه بنصب لفظه بجعل عن اي عن نصب لفظه، فالسابق انصبه، قوله فالسابق انصبه منصوب على الاشتغال. قولك فالسابق انصبه كلمة فالسابق لو قال أحد عربي فالسابق انصبه تقول السابق منصوب على الاشتغال بفعل أضمر وجوبا لم تلك هو العرب أبدا، إما أن تقدر إما أن تقدر فعلا من لفظه من زيد أكرمه تقول أكرم زيد أكرمه، فإذا كان لا يصلح ابحث عن فعل يصلح فتقول زيدا أمر به، لو قدرت أمره لا تنصبه فعل لازم، والظالمين أعد لهم تقول جاوز زيدا جاوز تقريبا مثل أمره، وإذا قلت قالت العرب زيدا اضرب غلامه، لو قلت اضرب زيدا خطأ لن تقول بضرب زيدا تقول اهن زيدا، من ضرب غلامه فقد اهن. الباب خمسة أقسام، ما يجب نصبه وما يترجح نصبه وما يجب رفعه وما يترجح رفعه وما يتساويان، أربعة. بدأ بالأول قال والنصب حتم انت للسابق وما يختص بالفعل كائن واحد، إذا جاء الاسم السابق والاسم المشتغل عنه بعد أداة لا يليها إلا الفعل عليك أن تنصبه، تقول إن زيدا لقيته فأكرمه، تحب أن تقول إن زيد لقيته على أنه مبتدا مرفوع لا يجوز، إن الشرطية وأدوات الشرط لا يليها الاسم أصلا لا بد أن تنصبه بالفعل المطلق، فتقول إن زيدا لقيته زيدا منصوب على الشرع وجبا، كذلك حيثما مثل إن لا فرق بينهما كلاهما اسم شرط، إن حرف شرط وحيثما اسم شرط كلمة وحيثما، وإن تلا السابق ما بالابتداء يختص فالرفع التزيم، كلمة فالرفع التزيم من صلاة الاشتغال، فرفع تقول خرجت، فإذا زيد يكلمه عمرو خرجت، فإذا زيد يكلمه عمرو لا يجوز أن تقول فإذا زيدا، لأن إذا الفجائية وأنت عربي إذا الفجائية لا يليها للاسم، أنت تنصب بتقديم فعل لا يصح أن يقع هنا، لا تنصب أن تقول خرجت فإذا ينام وتسأل تقول ما تستطيع، تقول خرجت فإذا زيد فإذا الضيف فإذا كذا، إذا الفجائية لا يليها إلا الاسم، وكذلك ليتما تقول ليتما عمرو تكرمه لرفع، لأن ليتما لا يليها إلا الاسم في العربية، أنا أقول وإن تلا السابق ما بالإنزاء تصح فالرفع تلزمه أبدا كذا إلى الفعل تلا ما لم يلد ما قبل معمولا لما بعد، كذلك إذا كان الفعل جاء بعد أداة لا تسمح لما بعدها أن يعمل بما قبلها تقول زيد أين لقيته، زيد بالرفع لا تستطيع أن تصل بلقيته، دخلت بينهما أين وبالخواص أين وأسماء الاستفهام أن ما بعدها لا يعمل بما قبلها، واحد هنا لا يستطيع عمله واحد هناك ورد الصوانة رقم به الوثان، زيد أين لقيته، خالد ما رأيته، زيد إن لقيته فأكرمه، أدوات الشرط لا يعمل ما بعدها لما قبلها، أنا أقول كذا إذا الفعل تلا لا يعمل ما بعدها لما قبلها، لا يعمل ما بعدها لما قبلها، زيد أين لقيته، لقيته لا تعمل في أين في زيد، وما لا يعمل لا يفسر عامله، قال
نحن واختير نصب النوع الثالث واختير نصب قبل فعل لطلب، والطلب الأمر والنهي والدعاء. تقول زيدا أكرمه، الراجح هنا النصب، لأنك لو قلت زيدا أكرمه أخبرت عن المبتدئ بجملة طلبية، والأصل أن يخبر عن المبتدئ بجملة خبرية. تقول زيد قدم أبوه، زيد حضر، لا تقول زيد أين لقيته، ليس جيدا. زيد أكرم زيد أكرمه ضعيف، ولكن جائز على كل حال، فالنصب راجح. هذا تخلص من هذا. وتقول زيدا لا تهنه وزيدا غفر الله له، هذا الطلب. هذا قول واختير نصب قبل الفعل به طلب وبعد ما إله في الفعل غلب. هناك أدوات عندي في العربية موجودة يليها الاسم ويليها الفعل، لكن يليها الفعل أكثر، مثل ما النافية وين النافية ولا النافية وأمزة الاستفهام. هذه أدوات أكثر أن تقول أقدم زيد أكثر من قولك زيد قدم، ما قدم زيد أكثر من قولك ما زيد قادما مثلا. إذا جاء بعدها الاسم المشتغل عنه، إذا جاء قبلها الاسم المشتغل عنه فراجع نصبه. تقول لا زيدا لقيته ولا عمرو، إذا جاء بعد الاسم المشتغل عنه راجع نصبه. لا زيدا لقيته ولا عمرا، أي لا لقيت زيدا ولا عمرا، لأن لا النائية الأكثر النافية الأكثر من يلي الفعل. وتقول ما زيدا لقيته ولا عمرا، قال الله تعالى أبشرا منا واحدا نتبعه، أمثلة السلام الأكثر من يلي الفعل، جاء بعد الاسم المشتغل عنه فانتصر. أنا أقول لك لا، إذا الفعل تلام واختير نصب قبل الفعل لطلب وبعد ما إلاء والفعل غلب وهي أربع وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا. تقول قابلت زيدا، زيدا معمول لقابلته، وعمرا أكرمته. الأحسن فيها أن تنصب عمرا، لأنك تنصبه بتقديم وأكرمت عمرا، عطفت جملة فعلية على جملة فعلية، وقع التناسق. واضح؟ لكن لو قلت وعمرا أكرمته عطفت جملة اسمية على جملة فعلية وفي ضعف. واضح؟ وكذلك تقول حتى لو كان مرفوعا، تقول جاء زيد وعمرا أكرمته، زيد وإن كان مرفوعا لكنه معمول فعل، العلة باقية وهي أن النصب بتقدير فعل، وفي هذه الحالة يقع التناسب، عطفت جملة فعلية على جملة فعلية. وقوله بلا فصل مفهومه أنه إذا كان هناك فاصل فيصل الرفع. تقول أكرمت زيدا وأما عمرو، فأهنت وجود الفاصل. أنا أقول وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أو يقرأ. وإن فصل يا شيخ الفصل أما ما نتفيد المعنى وإذا الأفضل إذا فصل بيتعير الرفع وإن تل المعطوف فعلا مخبرا. إذا تل المعطوف فعلا مخبرا يعني الجمل في العربية ثلاث، جملة كبرى، جملة من ضمنها جملة، وضمن جملة صغرى وهي المخبرة بها على المذكر، وجملة لا كبرى ولا صغرى. إذا قلت زيد قدم أبوه، هذا كلامه كله جملة كبرى، وجملة قدم أبوه جملة داخل جملة تسمى جملة صغرى. بقول لك زيد قادم أو قادم زيد لا كبرى ولا صغرى. فإذا عطفت الاسم المشتغل عنه على جملة كبرى وإن رأيت الجملة الصغرى التي بجانبك نصبته، وإن رأيت الكبرى رفعته. فتقول زيد قدم أبوه وعمرا أكرمته، عمرا بتقدير أنك عرضت على جملة قدم أبوه جملة فعلية، وإذا قلت وعمرا أكرمته بتقدير أنك عرضت على زيد قدم أبوه. وجاء في القرآن هذا المثال ولم أرى من النحاة من مثل به وتوصلت إليه، والله أعلم. وهو قول الله عز وجل والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه ورش، والقمر قدرناه جاري القراءتان سبعيتان. وها؟ أنا أقول إيه؟ وإن تل المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم باطل أم